مساء الخير على كل المشاهدين، واهلا بكم معنا وحلقه جديده و90 دقيقه. كل سنه وحضراتكم طيبين. غبنا عنكم فتره طويله، طبعا كانت اجازه العيد. بنتمنى انكم تكونوا قضيتوا اجازه سعيده، لكن احنا راجعين بقوه وراجعين باحداث واخبار ومتابعات كتيره. في فتره العيد حصل حاجات كتيره، و النهاردة برضو هيبقى عندنا أخبار. هنبدأ معاكم بالأحداث المهمة. خبر انهيار عقار الإسكندرية، حلقة جديدة في مسلسل انهيار العقارات شهدتها مدينة الإسكندرية وتحديدا منطقة محرم بك. شايفين الصورة قدامنا؟ انهار عقار مكون من 5 طوابق، تمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة نجوى محمود محمد حسن 43 سنة، هي عاملة بمدرسة. تصادف مرورها الحقيقة أسفل العقار المنهار في منطقة محرم بك. طبعا ده عمرها، وهي كانت معدية من تحت العقار، وقدرنا الحمد لله ان احنا ننتشل الجثة. كان رد سيادة اللواء علي مرسي رئيس حي وسط الإسكندرية انه العقار صدر قرار ترميم له سنة 91، هو رقم 44، ولم ينفذ، وتم تحرير محضر بذلك. هو مكون من 4 طوابق، طابق أرضي وأربع أدوار علوية، خالي من السكان تماما ما عدا شقة واحدة. دايما الإسكندرية لغز كبير في العقارات والتعدي على القانون، وزي ما شفنا انه من بعد الثوره شفنا ابراج كتيره قوي طلعت في الاسكندريه، في كل مناطق الاسكندريه، سواء كان اسكندريه العجمي، كل الاماكن طلع فيها ادوار غير مطابقه للقانون، وكلها ما فيهاش تصاريح، كلها عقارات مخالفه. معايا جاكلين منير مديره مكتب اليوم السابع من اسكندريه. مساء الخير يا جاكلين. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. قولي لي الوضع ايه دلوقتي هناك؟ الحقيقه حاليا منذ انهيار العقار من الساعه 10 صباحا، وجهاز الحمايه المدنيه ما زال يحاول رفع الانقاض والتنقيب عن جثث السكان تحت العقار في نفس الوقت، ويمكن ده اللي ادى الى استغراق وقت كبير جدا في رفع الانقاض. المؤشرات الاولى اثبتت ان في 2 فقط من سكان العقار اسفل الانقاض، هم دول بس اللي كانوا موجودين في العقار، اللي هي الشقه اللي فيها اللي هي فيها ساكنه بس الشقه دي، بقيه العقار كله فاضي، مش كده؟ العقار كان فاضي لان كان في مشاكل ما بين السكان ما بين صاحب البيت، هو كان عايز يطلعهم عشان يطلع بعماره جديده، فكان في مشاكل بينهم في بعض. ده من حظهم على فكره ان هم خرجوا من العقار. الحقيقه فعلا اللي خرج من العقار كان حظه كويس جدا. كان في الا 2 سكان، احد السكان فيهم اللي في الدور الارضي زوجته بس كانت بتشتري حاجه من بره ورجعت لقت العقار منهار. مين اللي كان جوه يا جاكلين؟ جوزها محمد. جوزها ومين تاني؟ انت قلتي 2 جوه الشقه. جوزها كان قاعد جوه الشقه، وهي راحت تشتري حاجه رجعت لقت العقار منهار بالشكل ده، وقفت في حاله ذهول منتظره خروج جوزها من تحت الانقاض. احد شهود العيان اكد ان عم صالح، وده راجل كبير في السن حوالي 76 سنه، حاول ان هو يمد ايده من الشباك يستنجد بحد، عبال ما حد جري عليه علشان ينقذه ما لحقهوش، البيت وقع والشخص اللي كان بيجري عليه الشاب ده اصيب وتلقى علاج في المستشفى. يعني بصراحه حاجه تحزن، واللي ماتت كمان اللي هي نجوى محمود محمد حسن. هي عامله كانت بتشتغل في مدرسه عرفان، تصادف بس مرورها من بجوار العقار وانهار العقار عليها. دي كانت اول جثه طلعوها من تحت الانقاض لانها كانت خارج العقار اساسا، لكن الاثنين اللي كانوا جوه العقار ما زال الى الان يتم البحث عنهم بالاستعانه بالكلاب البوليسيه والمعدات الحمايه المدنيه، لكن الى الان لم يتم استخراج جثث. طيب بشكرك يا جاكلين.